إذن رفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنذيع على حضراتكم جانبا من المؤتمرات الصحفية التي عقدها عدد من الوزراء في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، نتابع. سعداء جدا الحقيقة كوزارة التربية والتعليم معايا الدكتور محمد مجاهد طبعا نائب الوزير التعليم الفني، نتعاون مع معالي الوزير الدكتورة منى في وزارة الزراعة. يعني قد يتعجب البعض احنا بنعمل ايه مع بعض، وزارة التربية والتعليم مع وزارة الزراعة. الحقيقة مشروع رائد او احنا يعني سعداء بيه جدا، هو اتولد في وزارة الزراعة واحنا اكثر من سعداء بالتعاون معاهم. طبعا هم يعني يقدروا يحكوا لكم احسن مننا والدكتورة منى، بس ده احنا بنشتغل في التعليم الفني زي ما في تعليم فني صناعي وفندقي وتمريض وكده، في تعليم زراعي، بس المره دي احنا بنوجه التعليم الفني حيث الاحتياج، حيث الاولويات بتاعت الوزارات المختلفه. فوزاره الزراعه عندها اولويات واضحه، احنا بنحاول نساعدهم في تنميه الكوادر بمستوى عالي جدا اللي هتخدم المشروعات اللي هم بيشتغلوا فيها سواء الثروه الحيوانيه او السمكيه او كده. فمشروع جميل جدا وفي نفس العناصر اللي في اللي بنقول عليها في اللي اتكلمنا عليها اللي اسمها التكنولوجيا التطبيقيه اللي بنعملها في التعليم الصناعي اللي هي فيها دايما الدوله من ناحيه وحد صناعه مصريه وشريك اجنبي بيحكم على الجوده. نفس الموديل اللي فيه ده، وفي نوع من التعليم المزدوج اللي هو شويه في المصنع وشويه في النظري. نفس الموديل معمول هنا برضو جزء عملي وجزء نظري وجزء بيقيس الجوده وفرص عمل واضحه جدا. بالتالي زملائنا بقى يحكوا لكم اكتر، لان هو بيت المشروع في وزاره الزراعه، احنا دورنا نتعاون في تنميه تربيه الكوادر اللي هتخدم المشروع بتاعهم. اتفضل معالي وزير الزراعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انه الفكره ببساطه احنا دايما بنعاني انه الجانب النظري في الدراسه بيغلب على الجانب العملي، وانه الخريج بعد ما بيحصل على الشهاده بيبقى محتاج لتدريب واكتساب مهارات وجدارات عمليه ما قدرش ان هو يكتسبها اثناء فتره الدراسه ايا كان مستوى الشهاده اللي بيحصل عليها. فاحنا بنتعاون مع وزاره التربيه والتعليم بقياده الدكتور طارق شوقي ونائبه الدكتور محمد مجاهد، بنحاول ندخل في هذه الجزئيه اللي هتتكلم عنها الدكتوره منى بتفصيل اكتر. الطالب اثناء الموسم الدراسي هياخد تدريب داخل المدرسه من خلال متخصصين في المجال الزراعي، ودول ممكن يكونوا من وزارة الزراعة ممكن يكونوا من القطاع الخاص في المجال المختار النهاردة وهو الانتاج الحيواني والدجني. بعد كده هندخل على الصوب، بعد كده ندخل على الأسماك، بعد كده ندخل على الصناعات الغذائية، ندخل على البساتين، ندخل على النباتات الطبية والعطرية، برامج متخصصة ديليفرد للطلبه. بعد ما بيبقى اثناء الفصل الدراسي المفروض ان اللي بيدرب بيشوف العناصر الكويسه فين، وفي فصل الصيف ياخدهم في تدريب عملي باجر في المواقع اللي احنا متفقين معاها، بحيث ان هو بقى كمان ده ياخد تدريب خلال فتره الصيف. من هنا بنخلق الفرصه لانه يكتسب المهارات، ممكن الشركه اللي اشتغل فيها تعينه. دكتوره منى اتفضلي يا فندم. الحقيقه المشروع احنا شغالين فيه بقالنا اكتر من سنه، والاساس اصلا ان انا احقق متطلبات
تحديث النظم الزراعية خاصة الإنتاج الحيواني والداجني، وكان هذا هو الاتفاق اللي تم بيننا وبين وزارة التعليم، إزاي يكون في كوادر تحقق الميزة النسبية من التأهيل لمتطلبي الاستثمار والنظم الحديثة. وكان هذا الاتفاق ان احنا الشباب الصغير لو بدأ في التدريب من هو صغير وراح المواقع الانتاجية زي المزارع او المشروعات او اي كل مكان يدي فرصة للتدريب العملي. الحقيقة احنا بيشتغل معانا مش بس احنا وزارة الزراعة ووزارة التعليم، لكن بيشتغل معانا كمان القطاع الخاص زي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من خلال شركاته ومزارعه، كمان منتجي الألبان من خلال شركاتهم ومزارعهم هيقدموا التدريب العملي بعد احنا ما نكون قدمنا عملية التأهيل للقائمين على التدريس في المدارس الزراعية. قدمنا تغييرات ولو تواكب في الوقت الحالي التطور اللي حصل في صناعة الإنتاج الداجني وصناعة الإنتاج الحيواني إلى المدارس لتقديم النهاردة مناهج تواكب هذا التطور.